سعادة الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي، الأستاذ سعيد حمدان الطنيجي مدير معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، الزميلات والزملاء في مجلس أمناء الجائزة العالمية للرواية العربية، الأفاضل أعضاء لجنة التحكيم، الأعزاء الروائيون في القائمة القصيرة، السيدات والسادة الناشرون والإعلاميون، أصفياء الأدب، أصدقاء الرواية، مشاهدين الكرام في كل مكان، أيها الحضور الكريم، طاب مساؤكم. اسمحوا لي أخواتي إخواني بداية أن أتقدم باسم مجلس أمناء الجائزة العالمية للرواية العربية بأحر التعازي للأشقاء الأعزاء في دولة الإمارات العربية المتحدة برحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه، ولنتابع معا هذا الفيديو القصير حول الراحل الكبير. رحم الله الفقيد. العزيزات الأعزاء، ونحن نطل عليكم من جديد من على هذه المنصة بعد 3 سنوات من الغياب القصري بسبب ظروف الجائحة، نؤكد باعتزاز أن هذه الجائزة عرفت خلال هذه الفترة الصعبة كيف تحمي رمزيتها وكيف ترسخ استقلاليتها وتحظى بالمزيد من ثقة المبدعين والأدباء العرب باعتبارها جائزة أدبية راسخة تحرص على العمق الحي للإبداع وعلى معايير الأدب الخالصة في تنشيطها لدينامية الرواية العربية. أيتها السيدات والسادة، لا يفوتني أيضا أن أبلغكم تحيات أخينا البروفيسور ياسر سليمان رئيس مجلس الأمناء وكذا اعتذاراته الحارة بعدما حال ظرف طارئ قاهر دون تواجده بيننا اليوم. والآن اسمحوا لي أن أعطي الكلمة مباشرة لزميلتنا العزيزة فلور مونتانارو منسقة الجائزة، فلتتفضل مشكورة. سعادة الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية، الأستاذ سعيد حمدان الطنيجي مدير معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، أعضاء مجلس أمناء الجائزة العالمية للرواية العربية، أعضاء لجنة التحكيم، السادة والسيدات الحضور والمشاهدين الكرام في كل مكان، مساء الخير لكم جميعا. يسعدنا أن نلتقي بكم قراء الرواية العربية ومحبي الأدب الرفيع لأول مرة منذ 3 سنوات
للاحتفال بأفضل الأعمال الروائية لهذه السنة، ولتتويج الرواية الفائزة بالدورة 15 للجائزة العالمية للرواية العربية. ترشحت لهذه الدورة 122 رواية من 18 بلداً، اختيرت منها 16 رواية للقائمة الطويلة، ثم 6 روايات للقائمة القصيرة. يحصل كل من المرشحين الستة في القائمة القصيرة على 10,000 دولار، كما يحصل الفائز بالجائزة على 50,000 دولار إضافية. وتضمن الجائزة تمويل ترجمة الرواية الفائزة إلى الإنجليزية. وفي هذه المناسبة أيضاً يسرنا الترحيب بالكاتب الفائز في العام 2021 جلال برجس، الذي لم يستطيع الحضور سابقاً للأسباب المعروفة. نبارك له نجاح دفاتر الوراق. والتي ستصدر بالإنجليزية عن دار إنترلينك بعد أشهر. كما ترجمت أو ستترجم 9 روايات من القائمة القصيرة في الدورتين الأخيرتين. ونعتز بأنه منذ انطلاق الجائزة ترجمت 82 رواية إلى 25 لغة. ولأن تألق الأدباء لا يتحقق دون مؤازرة ناشرين يدعمونهم ويواكبونهم، فيسرني التوجه بالشكر إلى دور النشر التي رشحت هذه الروايات الست للمسابقة: خالد الناصري، منشورات المتوسط، ناشر ماكيت القاهرة، ومحمد العتابي، منشورات تكوين العراق، ناشر دلشاد، ورنا إدريس، دار الأداب، ناشرة يومية روز، ورانيا المعلم، دار الساقي، ناشرة الخط الأبيض من الليل، وصالح الحماد، ناشر خبز على طاولة الخال ميلاد، وآسيا علي موسى، دار ميم، ناشرة أسير البرتقاليين. كما يسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء لجنة التحكيم على عملهم الضعوب خلال الأشهر الماضية. لجنة هذه الدورة ضمت الأسماء الكريمة الآتية: شكري المبخوت رئيس اللجنة، الناقد والروائي والأكاديمي التونسي الذي فاز بالجائزة عام 2015 عن روايته الطلياني، وإيمان حميدان الكاتبة اللبنانية وعضو الهيئة الإدارية لنادي القلم العالمي، وبيان ريحانوفا أستاذ الأدب العربي بجامعة صوفيا بلغاريا، وعاشور الثويبي طبيب شاعر ومترجم من ليبيا، وسعدية مفرح شاعرة وناقدة من الكويت. ودامت الرواية العربية حية متجددة متطلعة على دوام إلى التألق والعالمية. شكرا. ابقي إلى جانبي لو سمحتي. لنتقدم أكثر نحو جنة السرد. روايات القائمة القصيرة 6، وفرسان الحكي 6، والمؤكد أن الجميع فائزون. ليس فقط لأن كل روائية وروائي من هؤلاء الذين سنتعرف عليهم الآن عبر الصورة في الفيلم وعبر الحضور الحي على هذه المنصة سيحصلون على 10,000 دولار مكافأة لهم على بلوغ أعمالهم القائمة القصيرة للجائزة، ولكن أساساً لأنهم فازوا بكم قراء وأصدقاء. فلنبدأ إذن بالتعرف على مبدع القائمة القصيرة، ولتكن البداية مع صديقنا القاهري طاهر إمام وماكيت القاهرة. يتذكر أوريجا أنه كان طفلا
حين قتل أباه بهذه الطريقة ألصق إصبعا بجبهته متخيلا أنه مسدس وأطلق دويا من فمه. أنا كنت بحلم أن أنا أبني رواية لما يجي شخص يقراها يشعر أنه بالفعل داخل مدينة. كنت عاوز أبني مكتبة القاهرة كأني ببني مدينة. فأنا تخيلت أنه كافة الأزمنة دي جوه الرواية ممكن تتجاور بحيث نشوفها كلها في الوقت نفسه، وصولا للسؤال المهم جدا والحيوي والحارق بالنسبة لي، علاقة الفرد بالمدينة. المدينة هي التي تمنح الإنسان فرديته أو مفهومه عن الفردية، لكن بنفس القوة تديله هذه الفردية بإيد وبتنتزعها منه بالإيد الأخرى لأنها ترغب في أن تذيبه في سياق قطيع هائل، وكأن هذه الفردية تهدد المدينة ذاتها. انطلاقا من العنوان مكتبة القاهرة، الرواية بتؤسس لمدينة بتتساءل عن موقعها ما بين الحقيقة والافتراض أو ما بين الواقع والوهم. القاهرة هو الاسم الذي يحيل فورا لمدينة في الواقع في التاريخ طبعا، والمكت هو المفردة التي تحيل مباشرة أيضا لما هو زائف لما هو مقلد. كان عندي سؤال البحث عن المدينة، المدينة وهي تتساءل عن هويتها، المدينة وهي تتساءل عن وجودها في هذه المسافة العمياء أو في هذا الوجود العالق ما بين ما هو أكثر زيفا وما نعتقد أنه الأكثر حقيقي. الفن سؤال مهم وحيوي وجوهري في مكتبة القاهرة، مش بس لأن الأبطال فنانين لكن لأنه الفن نفسه سؤال جوه الرواية. لكن أنا بحاول في الرواية أن أنا أخلي جزء من الفن تعرية الفن، بشوف إذا كان إنه إذا كان الفن فعل مواجهة ما للواقع أو لمجمل الأفكار أو مجمل العناصر اللي تشكل ثقافة ما علينا أن نفككها. فممكن كمان يكون دور الفن جوه النص الأدبي إنه يسائل نفسه وإنه يعري ثنياته. أعتقد إن فعل التعرية واحد في جميع الحالات. فيما كان أقرانه يصنعون مراكب وطائرات، كان هو آخذا بتشييد بيوت بيضاء تقطعها خطوط الورق المسطر، يضع عليه توقيعا بدائيا سيظل يطوره استنادا لأصله الطفولي، لكنه لن يلبث أن يكتشف أن المدينة تحتاج مواد أقوى وألوانا أخرى. فلا وجود لمدينة بريئة إلى هذه الدرجة. طارق إمام تفضل. طارق إمام تحت تصفيقاتكم وتكريم وجائزة بوكر. مبروك لطارق إمام، ومن القاهرة إلى مدينة أخرى ربما لا نعرفها ولم تشتهر في وجداننا كما فعلت القاهرة، لكن مع بشرى خلفان سنكتشف دلشاد عمان. بشرى خلفان،
أن عودتي للتاريخ في رواياتي هي محاولة فهم التاريخ، ومحاولة فهم كيف أسهم هذا التاريخ في تشكيل الإنسان العماني. دلشاد وإمبدت حكاية الشخصية الرئيسية التي حملت عنوانها الرواية، إلا أنها ليست فقط حكاية دلشاد، بل هي في الحقيقة حكاية المدينة، مدينة مسقط. مسقط بالنسبة لي هي مدينة ليست فقط مدينة عريقة، هي مدينة أم، هي مدينة حقيقية كاملة متكاملة، وأنظر من التاريخ من خلالها، وأنظر عبر التاريخ إليها. لذا فدلشاد إن ترجمنا اسمه كان القلب الفرح، فمسقط هي ذلك القلب الفرح أيضا بشكل من الأشكال. بالنسبة لي هي مدينة الحكايات، وإن كنت سأدعوها شيئا فسأدعوها شهرزاد، لأن من داخل مسقط هناك توالد عجيب للحكايات كألف ليلة وليلة. مسقط كونتها كل هذه الظروف التاريخية، وكونتها طبيعتها الساحرة، كونتها هذه الجبال، حتى الحر هو جزء رئيسي في تكوين مسقط. أعتقد أن كلما نظرنا في تاريخ نشأة هذه الأجيال التي سبقتنا، نستطيع أن نفهم ونقارب رؤية أوضح عن أنفسنا، وأيضا رؤية عندها قدرة على الاستشراف إلى مآلات المستقبل. المرأة العمانية برأيي أنا الشخصي كانت دائما قوية، وكانت دائما تتحمل مسؤوليات، مش فقط مسؤولية نفسها وبيتها، وفي أحيان كثيرة كانت تتحمل مسؤولية البلدات والقرى التي كانت تعيش فيها. فالرجل العماني على مر التاريخ كان منذورا للهجرة، سواء طلبا للعيش أو للتجارة أو للعلم. فالنساء العمانيات هن من قمن بالمسؤوليات كاملة في قراهن، وإن بدأ شيء من الضعف على المستوى، نعتبر أنه على مستوى المظهر والخارج، فذلك بسبب أن الرجال عادوا إلى أماكنهم، فوجدوا نفسهم أولى بتولي مهامهم، حتى أنهم أنكروا على المرأة قدرتها وقوتها. لم أكن أعرف أن العالم خلق محمولا على أكتاف الآباء، وأن السماء تسقط متى ما رحلوا، وأن الحياة، كل الحياة، تصبح خالية إن خلا منهم المكان، وأن نظرة العتاب في عيونهم ما هي إلا دروس قصيرة تمرر بين القلب والعين. ولم أكن أعرف أن الساعة التي فصلت بين تقبيل كف أبي ذلك الصباح وغرق السفينة هي آخر ساعات الهناء، وأن ما بعدها من عمر سيكون شقا، كله شقا. متعة أن تتداخل الشخصيات مع المدن في هذه القائمة أمر عجيب. يعني مسقط ودلشان عند بشرى خلفان، وأيضا شخوص مكيت القاهرة مع القاهرة، ولكن هناك مدينة أخرى كان علينا أن نكتشفها مع ريم الكمالي ومع يوميات ريم الكمالي. ريم الكمالي من الإمارات، ويومية روز الفيلم. يبعثرني الوهم بوصف ابنة تعيش عصرها ونار المقر، وتبقى المحصلة في لغتين: اللغة النبطية التي
أتحدث بها كفتاة تنتمي إلى أراضي الساحل المنسية، ولغة النهضة العربية الفصحى التي اتخذت من اللغو خلافة جديدة تنمو حيرة في أراضي شاسعة تدعى الأراضي العربية. أحب الخوض في تاريخ المكان. في كل مكان أسافر إليه أخوض تاريخه، تاريخي أولا، كيف بدأت المدينة، كيف بدأ الإنسان في هذه الأرض. يوميات روز فكرتها بدأت من سؤال، والسؤال هو: من الذي كتب في الستينيات، أي قبل الاتحاد؟ ونحن نعلم بأن هذه الفترة فترة انتقالية شفهية إلى كتابة. وسؤالي لكن كان مختصا للمرأة الفتاة المتعلمة آنذاك، وهناك مدارس، هناك بعثات، هناك تعليم، هناك حضور للمرأة، فلماذا لم تكتب الفتاة قطعة أدبية؟ هذا السؤال أخذني نحو اختراع روزا، روزا البطلة التي جعلت منها تفقد بعثتها الدراسية بسبب ظروف عائلية ووفاة أمها، وتكتب هناك في دفاترها السرية كل ما تراه أمامها، تحولها إلى حكاية، إلى قصة، إلى مسرحية، إلى حوار، إلى أدب رسائل، وهكذا. يعني هي شخصية موهوبة تعيش على الخيالات والوهميات، لكن مثقفة في ذات الوقت. فالرواية عالمين، عالمها الواقعي في المنزل الذي تحلل كل شيء بواقعية شديدة، أو الواقع تحوله إلى وهميات، ودفاترها عالم الدفاتر التي تحول تلك الدفاتر المفروض أن تكتب فيها خيالا لكنها تجعل منه واقعا. فهذا العالمين مختلطين لديها، وتعيش مع نفسها، تحاور نفسها، تحلل كل الأمور التي حولها. دفاتر روزا قبل أن ترميها في الخور كتبت الكثير، فما الذي كتبت؟ هنا القارئ يجب أن يتمعن في ما الذي كتبت. كان تساؤلي في يوميات روز في فترة الستينيات وقبل الاتحاد، ما الذي حدث في هذه الفترة؟ ما الذي كان موجودا في داخل الساحل والبحر؟ وفوق أنقاض الإمبراطوريات البائدة كان القرار لزمن ألبسني لبوس التراث في المجالس، مودعة لغة الأنباط نحو الكتابة بلسان فصيح وفكر يمتد إلى هذيان يومياتي للمحشوة بتعبي وأنا أتفرج على مسرحية لزمن عربي متحول. ريم الكمالي، على المؤرخين أن يخافوا على مواقعهم من روائي الموجة الجديدة. صراحة هناك اقتحام للتاريخ وكتابته. والآن سنمر من الإمارات إلى بلد جار شقيق، إلى الكويت، والخيط الأبيض من الليل لخالد النصر الله، لنتابع الفيلم. الشارع المحاذي له التفت يمينا ويسارا، ثم عرج نحو الزقاق القريب الذي يشق فسحته الضيقة وراء البيوت. أرهف سمعه ليلتقط أي حركة غريبة مجاورة،
وأخذ يراقب موطئ قدمه لئلا يدهس غصن شجرة أو حشائش جافة. كانت حواسه محتدمة فطنة، والرياح عتية قاسية ترج جذوع الأشجار. فجأة يعلو صفيرها القادم من الجهة الأخرى، وكلما نفحه الهواء البارد تذكر مشاوير مماثلة في صباه نحو المكتبة الصغيرة في أطراف المنطقة. كيف تستحيل الأوضاع إلى خراب في زمن وجيز؟ الرواية تحكي عن شخص يعمل في جهاز رقابة الكتب، وهي في رواية اسمها إدارة المدونات المنشورة، وأيضا الشخصية تدعى المدقق، أو وظيفته هو مدقق ليس مراقب. في أحد الأيام يضطر أن يمنع رواية لروائي هو يحبه، يعني مفضل عنده، ويسعى في البداية أن يلتقي بهذا الروائي حتى يعني يعطي الملاحظات اللي مفترض أن يشتغل عليها حتى تنجو رواية. لكن هذا الروائي يرفض هذا، لأن هناك كلمة وحيدة هو يعترض عليها، بسببها الرواية منعت. من هذا الحدث البسيط تبدأ تنطلق أحداث كثيرة. الفكرة بالنسبة لي يعني بدأت من خلال أحد الأصدقاء، هو صديق مبدع قد يبدو معروفا يمكن عند العامة من الناس، لكن شخصيا أنا أدري أنه كاتب مبدع وصدر عملين روائيين، لكن هو ما أعطانا لنفس الفرصة للاستمرار. العجيب والمفارق أن هذا صديق هو يعمل في جهاز الرقابة، وهنا يعني كانت الشعلة الأولى لانطلاقة أو فكرة هذه الرواية. الرواية ذات طابع ديستوبي كذلك، يعني ديستوبيا تخبرنا دائما عن المستقبل السوداوي القريب، وبالتالي هي تكون أشبه بالنذير أو النافذة التي نطالع من خلالها ماذا سيحدث لو حدث كذا. حاولت أن أعامل الرواية كونها ديستوبيا معاصرة واقعية نعيشها الآن وليست في المستقبل القريب. الروائي دائما يحب أن يطرح الأسئلة، ويحب أن يفترض أيضا، يعني يسأل ماذا لو. انتبه فجأة أنه وصل إلى حافة المنطقة، جزء مهمل رملي يتوسطه برج كهربائي. عهده في هذا المكان يعود إلى طفولته، في وقت ما كان يقود دراجته الهوائية بين الأزقة حتى يصل إلى هذه المحطة حيث موعد التقاء الأصدقاء. ثم رأى مربعا اسمنتيا أسفل قدميه يحوط غطاء فولاذيا سميكا. استطاع بصعوبة بالغة بعد ثلاث محاولات بالتمام أن يرفعه من مكانه، حتى شعر بألم شديد في كتفه اليمنى، لكنه دون أن يبدد المزيد من الوقت تمسك بكتابه وقفز إلى الداخل الحاتم. أستاذ خالد نصر الله، تفضل. بعد الكويت نرحل باتجاه ليبيا، وخبز على طاولة الخال الميلاد للروائي محمد النعاس الفيلم. خرجت الرواية من فكرة المثل الشعبي الليبي والذي يقول عيلة وخالها ميلاد، بحيث لا يوجد في الثقافة الشفهية الليبية أي تعريف لما يمكن أن يكون عليه الرجل الذي لا يرعى أهل بيته، أو الذي لا يكون مثالا للرجل الليبي في المجتمع المنغلق.
تطرح رواية خبز على طاولة خال ميلاد مجموعة من الأسئلة عن تعريف الرجولة لدى مجتمع القرية المنغلق، وذلك بالبحث عن التاريخ الشفهي لهذا المجتمع واستخلاص مجموعة من العبارات التي تحكم العلاقة بين الرجل والمرأة. ولكن ميلاد يجد نفسه غير مقتنع بهذه التعريفات التي يجدها من حوله للمجتمع. يتزوج ميلاد بزينب حبيبته، وتسير حياتهما في البداية بقليل من النغصات. يعتني هو يتبادلان الأدوار الاجتماعية، يعتني هو بالبيت، يغسل الملابس، يغسل الصحون، يطبخ الإفطار والغذاء، بينما زينب تخرج إلى العمل وتنقلب الأدوار الاجتماعية، حيث يخبره عبد السلام ابن عمه بما يتنقله الناس من حوله عن حياته الخاصة. كان دافعي لكتابة هذه الرواية هو مسألة شخصية للبحث عن التعريف المجتمع الليبي والمجتمعات الشرقية للرجل، بحيث لا توجد داخل هذا المجتمع صورة واضحة لما يمكن أن يكون عليه الرجل. الرجل هو الأب الذي يحرس أهله من كل شر، وأحيانا تكون رجولته ذات علاقة بقدراته الجنسية والتكاثر، ولكن لدى هذا المجتمع تعريف واحد لما يمكن أن يكون عليه الرجل الضد كما أسميه، والذي يمثله ميلاد. في اليوم الأول من صمتي بكت زينب، في اليوم الثاني ترجتني لتعرف ما الخطأ، انهالت علي بالأسئلة والاستنتاجات. في اليوم الثالث بدأت بالهجوم، قالت لي إنها تتعب وتشقى كل يوم من أجل راحتي، وأنا لا أتفضل حتى بالرد عليها. في اليوم الرابع أخبرتني بأنها تتمنى أحيانا لو أنها لم تعرف ولم توافق على الزواج بي. في اليوم الخامس ندمت على ما قالت وتأسفت، وعندما وجدتني كما أنا ساكنة قالت لي إنني لست رجلا وإنني حرمتها نعمة الأطفال. مع الأسف محمد النعاس لم يلتحق بنا بعد، هو الآن في الأجواء يحلق باتجاهنا، ربما يصل مع نهاية هذا الحفل، لكن ناشره بيننا والناشر شريك المبدع ورفيق تجربته. أدعو صالح الحماد ناشر الرواية للصعود نيابة عن المؤلف. ونشر من المملكة العربية السعودية بالمناسبة، دار نشر من المملكة العربية السعودية، وسنرحل من العربية السعودية إلى أقصى المغرب الأقصى، ومع أسير البرتغاليين للكاتب المغربي محسن لوكيلي. مشاهد الفيلم. هذه الصبية تلعب معي لعبة الإغواء، اقترب منها فاستدارت. عبر النافذة لاحت سفن الكرابيل بأشرعتها المثلثة تمخر مياه المحيط، حاملة على متنها السلع والعبيد إلى البر الآخر.
البحر في آسيا البرتغاليين الذي يكون عادة مصدر ثراء، هو يعني أو يرمز هنا إلى الخطر. فمن البحر جاء البرتغاليون وجاء الإسبان، ومن البحر تمر قوافلهم التجارية. رواية السير البرتغاليين عمل أدبي اختار له المغرب مكانا والقرن 16 زمانا. في هذا الزمكان تتحرك الشخوص، أهمها أو البطل شخصية الناجي. هذا الناجي سيقع أسيرا لدى سجان برتغالي، وسيكون مجبرا على الدخول في لعبة هي أشبه بلعبة شهرزاد مع شهريار، حيث يكون مضطرا لمقايضة بقائه بحكاياته. لعبة الحكي قد تكون لعبة السارد ولعبة الكاتب، وهي في هذا النص لعبة البطل كذلك، لعبة البطل لأنه كان يعيش من خلال الحكايات التي يقدمها إلى الناس، أن حياته كانت على طرف لسانه. في هذه اللعبة، اللعبة السردية، حقيقة التاريخ هو مهم في الاختيارات. من خلال أسير البرتغاليين لا استهدف فقط يعني الكشف عن تاريخ منسي أو ما يمكن أن نصطلح عليه بسيرة المهمشين أو المنهزمين. إذن الروائي يكتب بصوت المنهزم. فتح الحارس الباب على خلاف ما اعتاد، قيد يدي الناجي ثم قاده عبر دهاليز باردة ومعتمة إلى ساحة السجن. سيطلقون النار عليه، فكر، يعرف أن الموت محدق، لكنه لم يعتقد أن بيدرو يتخلى عنه قبل ما تم الحكاية. لعبة شهرزاد مع الطاغية باءت بالفشل. حز في قلبه أن يترك غيثة وحدها في عالم موحش يأكل فيه القوي الضعيف. محسن لوكيلي. شكرا للمبدعين وللفرسان الست الذين شرفونا بالحضور وبصعود هذه المنصة. والآن بعد التعرف عليهم يهمنا أن نسمع كلمة لجنة التحكيم، ويشرفني أن أدعو إلى المنصة رئيس هذه اللجنة. تعرفون بأنه ليس هناك ما هو أصعب على المبدع من أن يختار بين إبداعات نظرائه، لهذا نعتقد في مجلس الأمناء أن لجان التحكيم تخوض المعترك بإقدام ومسؤولية، لأن الاشتباك الجدي العميق مع السرود والمحكيات العربية من مختلف الأساليب الفنية والرؤى الجمالية وتجشم مشقة الاختيار تحتاج إلى شجاعة في الحسم جديرة بالتحية والتقدير. لذا لا يمكن إلا أن نحيي ونقدر الدكتور شكري المبخوت واللجنة التي اشتغلت إلى جانبه، فليتفضل. سعادة الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية، الأستاذ سعيد حمدان التنيجي مدير معرض الكتاب بأبو ظبي أو معرض أبو ظبي للكتاب، السادة أعضاء مجلس أمناء الجائزة العالمية للرواية العربية، ضيوف الجائزة، أيها الحضور الكريم،
يسعدني أن أكون بينكم في هذا الحفل البهيج للإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية لسنة 2022 في دورتها 15. وأود أن أهنئ باسمي الشخصي وباسمي زملائي في لجنة التحكيم وباسمكم جميعا الفائزين 6 في القائمة القصيرة لهذه السنة، وأن أحييهم على تميزهم وجهدهم المعرفي والجمالي وعلى رواياتهم الشيقة التي أثروا بها سجل الجائزة ومدونة الرواية العربية عموما. ولئن كنت أتفهم تشوقهم إلى التصريح بالرواية الفائزة، إذ كنت منذ سنوات 7 خلت في الحال النفسية التي هم عليها الآن أملا في التتويج ورهبة من لحظة الإعلان، لكن مراسم الحفل تدعوكم إلى شيء من التصبر والأنات. واطمئنوا في جميع الحالات أحبابي الكتاب لأنكم جميعا قد فزتم وأنتم متوجون، وأنا متأكد بأنكم من أن رواياتكم الجميلة سيكون لها شأن في قلوب القراء وفي مدونة السرد العربي. وليس من باب البروتوكول أن أحيي أو أن أجدد الشكر اليوم لأمانة الجائزة وعلى رأسها صديقنا الأستاذ ياسر سليمان على ما وفرته للجنة من حرية مطلقة من خلال مراحل التحكيم والتقييم المختلفة. كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيدة فلور مونتانارو على تيسيرها عمل اللجنة وتنسيق أعمالها في أريحية وسلاسة ورحابة صدر وسخاء نفس. أيها الحضور الكريم، لقد تبين للجنة التحكيم في هذه الدورة أن البارز في جل الأعمال التي رشحتها دور النشر وفي الأعمال التي اصطفتها اللجنة للقائمة الطويلة ثم للقائمة القصيرة وجود اتجاهين أساسيين في الكتابة الروائية العربية اليوم. ينطلق الاتجاه الأول من تخيل فترات تاريخية لإعادة بناء الذاكرات الوطنية والمحلية بتنوعها الاجتماعي والعرقي والديني وحتى اللغوي على نحو يجلو التساؤل عن الهوية الجماعية في خطابات روائية تتأمل وتنقد وتقدم معارف أنثروبولوجية واجتماعية ونفسية لا تخلو من عمق إنساني، خصوصا حين تعرض وجهة نظر المنسيين والمهمشين ليقولوا أوجاع الإنسان وتطلعاته وتفاصيل وجوده. أما الاتجاه الثاني فمداره على التشوف إلى الحرية الفردية ومساءلة الأنساق الثقافية والإيديولوجية ونقد التمثلات السائدة نقدا جذريا بتناول وجوه من شبكة الضغط الأخلاقي والسياسي والاجتماعي المقيدة للحرية الفردية والمهدرة لكرامة الإنسان والمحملة بالعنف المادي والرمزي في مجتمعات محافظة ولكنها متوترة. فجاءت هذه الروايات أو هذا الاتجاه في الرواية كان بحثا دؤوبا عن الهوية الشخصية ضمن ديناميكية الصراع من أجل استقلالية الفرد وسعيه إلى استكشاف مسالك بكر في الحياة. بعد ذلك بعد حين سأقول من الفائز. حسب تنظيم الجلسة. والارتجال أحيانا في الترتيب
له حسناته وله أيضا اختلالاته التي ستغفرونها لنا. أما سبب ذلك هو أننا أحببنا أن نفصل كلمة رئيس لجنة التحكيم إلى قسمين. قسم أول يقدم لنا فيه مدار الروايات وتصورا عاما عنها، وحينها يجب فعلا أن تتشرف هذه المنصة بحضور أسماء يهمنا أن تحضر معنا لحظة التتويج. لهذا يسعدني أن أدعو سعادة الدكتور علي بن تميم وسيادة الأستاذ سعيد حمدان الطنيجي لكي يحضروا معنا لحظة التتويج من على المنصة. إذن الآن وقد اكتملت المنصة، صار بإمكانك دكتور شكري المبخوت أن تنهي كلمتك وتجيبنا عن سؤال من يكون روائي 2022. لأن تميزت الروايات الست الفائزة في القائمة القصيرة باشتغالها الجاد على موضوعاتها وببحثها الفني عن صيغ في القول السردي، فقد كان لزاما على لجنة التحكيم أن تختار رواية واحدة منها للتتويج. وبعد النقاش بطبيعة الحال لم يكن صعبا ولم يكن فيه خلافات، استقر رأي اللجنة بالإجماع على تتويج رواية كتبت بإيقاع سردي سلس هادئ في ظاهر النص، هادر متوتر في باطنه، وصيغت بلغة عربية حديثة يسيرة المأخذ، لكنها تخفي جهدا في البحث عن أساليب في القول مناسبة للعالم التخيلي الذي بناه صاحب النص. وقد تمكن صاحب هذا العمل المتوج من تتبع مسار الشخصية وهي تتلعثم لتقول وجودها وتستكشف هويتها المبتورة الحائرة المخالفة للتصورات الاجتماعية السائدة في قرية محافظة لا تحلم ولا تشجع على الحلم. وما هذه القرية إلا الصورة من عالم عربي تهيمن عليه إيديولوجيا موروثة مغلقة لا ترى الواقع إلا من خلال التمثلات الثقافية المستقرة. لذلك جاءت الرواية المتوجة بحثا إشكاليا عن هوية فردية اكتنف هذا البحث التردد والحيرة والتمزق النفسي والخيبة، فكان نشدانا لحرية شخصية صعبة المنال أدت إلى أوجاع مختلفة عانت منها الشخصية الرئيسية. لقد قامت الرواية المتوجة على استعادة تجربة فردية في ضرب من الاعترافات التي نظم السرد المتقن المشوق فوضى تفاصيلها، ليقدم نقدا عميقا للتصورات السائدة عن الرجولة والأنوثة وتقسيم العمل بين الرجل والمرأة وتأثيرهما النفسي والاجتماعي. إنها رواية تقع في صلب التساؤلات الثقافية الكونية اليوم حول قضايا الجندر، لكنها منغرسة في آن واحد في بيئتها المحلية والعربية، بعيدا عن الإسقاط المسف والتناول الإيديولوجي المسيء لنسبية الرواية وحواريتها. الرواية المتوجة هي خبز على طاولة الخال ميلاد الصادرة عن دار رشح. كل عام والرواية العربية بخير. ألف ألف شكر الدكتور شكري المبخوت، ألف ألف مبروك للروائي الأديب الليبي الشاب محمد النعاس المتوج ببوكر 2022. سندعو ناشره لكي يواصل النيابة عنه، أستاذ خالد صالح الحماد.
ما بعرف فيه يمكن أيضا ينال الجائزة. صورة الجائزة، الصورة الرسمية للجائزة بحضور الناشر. الناشر والكاتب يتبادلان الأدوار وهما عموما يعني مهمة واحدة ودور واحد. إذا سمحتم نحتاج أيضا من أدباء القائمة القصيرة أن يلتحقوا بنا لتكون صورة جماعية. فينو صديقنا بيرجس. لو جلال برجس موجود يا ريت يحضر معنا ايضا، يعني لم نراك تصعد العام الماضي. المزيد من التصفيقات إذن ألف مبروك للمتوجين مرة أخرى. واسمحوا لي الأصدقاء والصديقات الحضور الفاضل الكريم أن أشكركم على كرم وجودكم بيننا وعلى احتضانكم للأصوات المبدعة الجديدة التي تعزز الدينامية الروائية العربية. وأدعو الزملاء والزميلات الإعلاميين إلى الندوة الصحفية التي ستعقدها لجنة التحكيم في قاعة ميلانو فور. شكرا على كرم الحضور، وكل عام والرواية العربية بألق. في أمان الله.